تابعنا معكم أيضا في هذه الليلة. بعد تأمين معظم مناطق الساحل الغربي، صيادو الحديدة يعودون لعملهم. الريال الإيراني يعاني وطهران تخسر الهند، أبرز زبائنها النفطيين. ترامب مع حل الدولتين ويعد بخطة سلام جديدة بغضون عدة أشهر. دراسة أوروبية تضع توصيات لمواجهة ظاهرة الخوف من الإسلام. شكرا لكم على كرم متابعتنا، والسلام عليكم. هذا المكان يسمى كراع الغميم، والكراع هو الطرف. هذا الساق اللي ما فيه لحم يسمى كراع. ليش سمي كراع؟ لأنه جزء خارج من حرة ضجنان. هي حرة، لكن في هذه المنطقة نرى الرمال مختلطة بالصخور، فيسمى أيضا برقاء الغميم، كما يقول طرف ابن العبد: لخولة أطلال ببرقة ثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وصاحبيه في الهجرة مرا بجانب كراع الغميم متجهين، ثم جاء على يمينهم ضجنان إلى المدينة. هذا المعلم وقعت عنده حوادث عدة. أن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وهو أبو بكر مارين للهجرة التقى ببريدة، الصحابي الجليل بريدة ابن الحصيب الأسلمي، ومعه 80 بيتاً من قومه، من قوم بريدة. وصلهم عشاء في ذاك المنطقة، وكراع الغميم عن يمينهم. فصلوا العشاء وأسلموا جميعا، وقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم عليه على بريدة أوائل سورة مريم. هذا الحادث الأول. الحادث الثاني، الرسول صلى الله عليه وسلم عليه لما نزل بعسفان قريب من كراع الغميم وهو متجه للحديبة، متجه للعمرة التي لم تتم، وسمعوا قريش بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، أرسلوا خالد ابن الوليد على 200 فارس، ما معهم إبل ولا شيء، خيل فقط، وخيم في هذا المكان. خالد ابن الوليد خيم في هذا المكان ليصد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه عن دخول مكة. الحدث الثالث اللي حصل في كراع الغميم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بعدما وقع صلح الحديبية في تحت شجرة اللي تسمى بيعة الرضوان، ورجع قادما قافلا إلى المدينة، وهو في هذا المكان نزلت أوائل سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
تعود الحيوية للمدرجات وتكون البداية في موسم جديد. هدف للتاريخ، هدف يدير هذا الملعب. كل ما يتعلق بكرة القدم في مكان واحد في المرمى مع بتال الجوز من الثلاثاء إلى الخميس منتصف الليل على شاشة العربية. موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. وجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة شكره للمملكة العربية السعودية على دورها الريادي في التخفيف من معاناة الشعب اليمني عبر ما تقدمه من دعم مستمر في كافة أعمال الإغاثة. كما قدم هادي الشكر للبرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن الذي يعد تجربة تنموية متميزة في مجال تنمية المناطق المضطربة، قائلا إن آثاره الإيجابية بدأت تتضح على الاقتصاد والمواطن اليمني في مختلف المناطق المحررة. افتتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماع مجلس الأمن الدولي بانتقاد روسيا وإيران لدعمهما الأسد في الحرب في سوريا. ترامب قال إن روسيا وإيران تتحملان مسؤولية وحشية نظام الأسد. قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي إن السعودية تؤمن بأن الحل السياسي هو الأمثل في سوريا لحماية المدنيين وإخراج كافة الميليشيات من أراضيه بأسرع وقت. أضاف الجبير أن السعودية قامت بمحاولات لجمع المعارضة للوصول إلى اتفاق، فضلا على أنها أنفقت نحو 100 مليون دولار للإغاثة الإنسانية في المناطق المحررة من داعش. توقع الرئيس الإيراني حسن روحاني أن تعود الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى الاتفاق النووي مع بلاده. وقال روحاني إن بلاده لا ترغب في خوض حرب ضد القوات الأمريكية في أي مكان بالمنطقة، مضيفا أن طهران ستبقى في الاتفاق النووي ما دام مفيدا لها. مشاهدينا، هذا الموجز انتهى. شكرا على كرم المتابعة والسلام عليكم. كل ما يتعلق بكرة القدم، هدف للتاريخ، هدف يزين هذا الملعب.
مكان واحد في المرمى مع بتال الجوز الآن على شاشة العربية.